اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، انا دكتور خالد عاشور، اخصائي العلاج الطبيعي جامعه القاهره، واخصائي العلاج الطبيعي بعيادات دكتور طارق عمر المتكامله، واخصائي العلاج الطبيعي بمركز خطوه لتاهيل الاطفال ذوي القدرات الخاصه. النهارده هنتكلم عن اهميه النشاط والتدخلات الحركيه للاشخاص ذوي الشلل الدماغي. الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، النشاط بيعتبر شيء مهم جدا في حياتهم اليومية، ممكن يبدأوا فيه مع دكتور العلاج الطبيعي، لكن مهم إنه يتوظف في حياتهم اليومية. على مدار السنين فهمنا أهمية الحركة، ولازم نبقى عارفين إن الحركة موصى بها لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل. أجهزة كتير جدا ممكن تساعد الطفل على الحركة، زي المشايات والعكاكيز، ودي من شأنها ان هي تخلي حركة الطفل اسهل وأأمن وتساعده ان هو يتحرك في بيئات مختلفة. بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الأكثر تقدما، سمعنا عن ما يسمى عداء السباق، وده عبارة عن كرسي عجلة الطفل بيقدر يقعد عليه ويتحرك برجليه بحرية، وكمان يقدر ينفذ أنشطة كتير من على المشاية وهو مستخدم الجهاز الخاص بيه. السباحة على سبيل المثال دي بتعتبر نشاط مهم جدا نقدر نستخدمه لكل أطفال الشلل الدماغي. في المية بتكون حركة إيديهم ورجليهم أسهل، كمان قوة الطفو بتساعدهم إن هم يتحركوا لوحدهم أو بأقل مساعدة ممكنة في المية، وده إحنا بنعتبره إنجاز لأطفال الشلل الدماغي إنهم يقدروا يقوموا بنشاط زيادة في حمام السباحة. وأنا كأخصائي علاج طبيعي لازم أنبه إن مهم جدا نوفر للأهل سبل وطرق جديدة يقدروا يتكيفوا بيها مع أطفالهم ويوفروا لهم المساعدة المناسبة علشان خاطر ينفذوا أنشطتهم اليومية. مهم جدا علشان الطفل يستفاد بالنشاط إنه يكون قادر ينفذ النشاط ده بنفسه، وبكده بيقدر يمرن عضلاته علشان يصبح جسمه أكثر مرونة ولياقة.